تضخ الشركات الكبيرة قرابة المليون درهم سنوياً بغية تتبع المعاملات والوثائق، ولك أن تتخيل حجم الخسائر عندما تعرف أن هذه العملية تأخذ أكثر من 11 ساعة أسبوعياً من كل موظف، مما يعني أنها تستهلك قرابة ربع إنتاجية الموظف خلال أسبوع واحد، أي تستهلك إنتاجية موظف كامل خلال شهر واحد. لكن انتظر، هناك حل لهذه الإنتاجية المهدورة، إنه نظام مراسلتنا. فهذا النظام الذي تقدمه شركة أومنيكس إنترناشونال هو واحد من أكثر الأنظمة كفاءة وعملية في تنظيم الجهد والوقت المهدوران داخل أغلب الشركات والهيئات الحكومية. وهذا التنظيم للوقت والجهد سينظم عمليات التسجيل والتحليل والتوثيق والتتبع، مما سيضفي إلى تنظيم الإنتاجية. سيرتكز هذا النظام على تقليص الجهد والوقت المستخدمان في عمليات الإنتاج، وذلك عن طريق تقديم نظام إلكتروني حاسوبي يبين عملية سير المعاملات في كافة المراحل والمستويات لكافة الأطراف المعنية بالمعاملة، مما يجعل سير المعاملة مرناً ودقيقاً. يمنح نظام مراسلتنا مستخدمينه ميزة حقيقية وجودة عالية لعملهم، وذلك عن طريق توفير صلاحيات لمشرفي النظام لمعالجة البيانات، المستخدمين، المراسلات والإدارات بشكل دقيق وفعال ليقلص مراحل المعاملة والجهد والوقت المستخدمين في الإنتاج. منظومة تواصل جماعي وظيفي متكاملة داخل النظام كتوثيق وتتبع للمعاملات، سرية تامة في تداول معاملات النظام، توفره باللغتين العربية والإنجليزية. نظام مراسلتنا سهل، مرن، فعال، يزيد الإنتاج بتنظيم الإنتاج. أومنيكس الدولية هي شركة رائدة في مجال تطبيق الحلول والخدمات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط.